شاركت في مباراة 6-1؟ اه ذكرياتك معاها دي كانت كانت عاملة صعبة ازاي؟ جدا، اتعلمت منها على فكرة كتير قوي، بس كانت ساعتها مؤلمة بس قوي. انت فاكر الكواليس بتاعت اليوم ده؟ يعني انا اغلب النجوم اللي شاركوا في المباراة دي كانوا ضيوفي هنا في اون سبوت، كلهم قالوا لي او هنكسب اتفقوا هيك على حاجة واحدة بس، احنا كده كده نازلين لازم نكسب. نكسب، دي حقيقة احنا كده من كده غير ما اعلى اعرف. بكتير، احنا كده كده كانت الثقة عميانة. وهي دي المشكلة على فكرة، ان انت ساعتها كان مستر اوتفستر كان موجود، كان قال لنا صورة ان انت يعني كان في شوية رعونة، كان قال لنا فكرة ال والكل برضو بيحملها الاوتوفاستر. انا شايف ان هو يتحمل جزء كبير منها. ومعرفش بقى هل ساعتها حصل ان هو سمع لناس بره ان يلعب في التشكيل، ان هو حد يعني ضغط عليه انه يغير بيغير حاجه في التشكيل كمان التشكيل. في بالظبط مباراة قصاد النادي بالظبط الاهلي. كده، فدي دي من المشاكل بقى. بس هو كان عنده ثقه ان هو ما خسرش ولا مره النادي الاهلي، وبعدين هو كان قاعد فتره كبيره نادي الزمالك ما كسبش، هو كان اول واحد كسب النادي الاهلي، فهو كان عنده ثقه كبيره قوي. فنزلنا المباراه دي نقل لنا فكره ان الحياه سهله وان الامور اي فريق هيكسب. وهم على فكره الفريق ده كان عاملين حساب كبير جدا، لان هو كان قبليها بتلات اربع سنين على طول بتكسب ما بتخسرش، يعني حتى لو حقق نتيجه ايجابيه كان بيتعادل. فيمكن الفتره دي المباراه كمان خدت سيناريو مختلف شويه. مختلف تماما. خدت مختلف ليه بقى؟ انت لما تنزل اول 11 دقيقه احنا اتكلمنا على قبل اللقاء والكواليس واحساسك وتفسر والثقه العاميه وتغيير التشكيل قصاد النادي الاهلي، انا كده كده نازل هكسب. خلال بقى اللقاء، خلال ال 90 دقيقه عدوا عليكم ازاي؟ يعني الهدف الاول، الثاني، الثالث، كان امتى فيها مراحل خلاص المباراه دي؟ كان فيها مراحل. اول مرحله ان انت طبعا في الثانيه، في الدقيقه الثانيه تقريبا اول هدف، لحد الدقيقه 11 كانت 3-0. فدي مرحله بقى كلها على بعضها 11 دقيقه 12 دقيقه تقريبا، مش متذكر بالظبط، عدى 12 13 دقيقه كتير، ربع ساعه يعني، كان 3-0. فطبعا دي مرحله، المرحله دي لوحدها بس كان لسه في امل في المرحله دي. ما انا هقول لك بقى الامل جه امتى. كانت 3-0، انت بعديها بشويه جبت 3-1، فانت دخلت بقى في مرحله ثانيه خالص. 3-1 يبقى انت كنت قريب ان انت لو جبت جون ثاني انت هتحط ضغوط كبيره جدا. هم خاصه كانوا قلقانين في المباراه، عارفين ان انت لو نادي الزمالك جاب جون هيدخل في المباراه. كانوا قلقانين عندنا في لغه الكوره، مين كانوا قلقانين؟ لعيبه الاهلي جون ملعب كانوا قلقانين وجايبين 6-1. لا 3-1، انا بقول لك هي مرحله، هي المباراه نزلت مشيت 1-2-3 خلاص. لا 3-0 احنا جبنا جون بقت 3-1. فكان في حاله قلق جوه الفرقه ان هم عارفين فريق الزمالك قوي، فلو دخل جون تاني وهي 3-1 بلغه الكوره بنسميه هو دخل في المباراه. فلما يدخل في المباراه بس برضه 3-1 في اول ربع ساعه، ازاي قلقانين؟ ازاي انتوا شايفين ان هم قلقانين؟ 3-1 3-1 في لغه الكوره. انت بعد نص ساعه تقريبا بقى 3-1 او 35 دقيقه. لو في الوقت ال 35 دقيقه دي في المرحله دي لو كان 3-1 دي بقى 3-2. فبنسميها في لغه الكوره الزمالك ده الفرقه، الزمالك دخلت في الجيم. لان انا لما كسبان 3-0 او 3-1 غير 3-2، 3-2 دي انا حاسس ان في حد ورايا، مش الفرقه كمان كنت تقيله زي كده. فهو كان القلق من هنا، هو مش عايزينك تجيب جون تاني عشان ما تقربش يعني. فالحد بين الشوطين انت داخل 3-1، فانت خلاص انت نازل عندك امل، انت عارف ان انت الفرقه دي لو جبت جون تاني عندك امل، ولو حتى مثلا بنسبه 50%. لا انك تجيب جون بس 3-2. انت مستني 3-2. انت كمان كان الشوط التاني نازلين واثقين جدا، نازلين بين الشوطين 3-1. بين الشوطين توفيستر عمل شويه تغييرات، ونزل وليد عبد اللطيف. فلما نزل 3-1 انت غصب عنك انت بقى بقيت ضاغط وماسك الكوره، فانت في عز ما انت ضاغط انت مش مستسلم للنتيجه، انت عايز تجيب جون كمان عشان تدخل في المباراه اكتر يعني. انت في عز ما انت ضاغط خدت الرابع، دخل فيك الرابع. فما دخل فيك الرابع ده كانت مرحله بقى تانية خالص بقى. انت بقى كمان ما رضيتش بالهزيمه، فضلت تقاوح وفضلت ان انت تحاول يعني فاتح الجيم او فاتح الخطوط، خطوطك مفتوحه جدا بالظبط قدام الاهلي. وانت كمان كان في لغه الكوره برده حاجه اسمها الدي اوف، يعني ما كانش دي يومك تماما. انت بتوصل لكور مش عايز تدخل، وغصب عنك اللي بتترد عليك بتدخل جون يعني. ففي ال 4-1 دي كل ما يجي نهاجم تاني ترد 5-1، تيجي تهاجم تاني انت مش عاجبك برده يعني، انت مش عاجبك، انت كبريائك مش مخليك انت عايز. انت بتحاول لغايه اخر لحظه. لا اخر لحظه انت فقدت الامل. لحد بقى لا 6-1 بقت مرحله بقى ثانيه خالص بقى. انت في عز ما انت بتكسب في 6-1 دي، هنا مرحله بقى ثانيه خالص عباره عن ايه؟ ايه بقى؟ يعني مرحله 3-1 انت كنت قريب جدا انك تتعادل. بعد 4 و5 و6 انت في مرحله ثانيه بقى، مرحله ان انت دلوقتي اي كوره هتروح عليك هتدخل جون. فلو كان في وقت ثاني كان ممكن المباراه دي خلاص كمان هيف سكور ثاني يعني. طب احنا سمعنا في الفتره دي ان يعني بعض لعيبه نادي الزمالك كانوا بيتحايلوا على لعيبه الاهلي كفايه والنبي. انا بقى ماليش في الكلمات الجانبيه، لكن انا جوه المباراه انا كان يعني كان ساعات بيدور بيني حوار كده وبين اللعيبه، انا بكلم نفسي. لان انا مش مصدق اللي بيحصل، مش مستوعب. وكان ساعتها انا عندي 22 سنه تقريبا، فكنت انا ساعتها متضايق جدا. ويعني كنت انا اصغر لعيب تقريبا في الزمالك. كنت بتفكر في ايه وانت جوه؟ انا بفكر ان انا مش مستسلم للهزيمه. هو دي بقى اللي خلتني اتعلمت، بقول لك بعد كده ايه الدرس بقى انا اتعلمته، ان انا لما الاقي المباراه مش ماشيه معايا، وان انا بدل ما انا كل شويه بفتح خطوطي بدخل فوق صحيح
لا انا كان ممكن ادافع 3-1 ادافع احسن وحتى لو خلص 3-1 انا اخلصه بايدي 3-1 يعني انا بايديا اتغلب 3-1 بايدي اختار ان اتغلب 3-1 وساعتها ممكن حد يهاجمك لكن هو مش مدرك ايه اللي بعد 3-1 هو يعني لو كان في وقت من الاوقات اختار ما بين الثلاثه والسته او السبعه والثمانيه كان ممكن ساعتها يختار 3-1 كان ممكن يختار 2-1 ففي الوقت ده كان الدي اوف الفريق فيه لخبطه في التشكيل واضح ان في عك كبير جدا قدام النادي الاهلي النادي الاهلي كان موفق جدا في ربع ساعه جاب 3 اجوان طبعا رقم غريب جدا فكان كل ده العوامل كلها مش معاك يعني فانا في وقت ده اللي اتعلمته بقى اتعلمت ان انا ممكن جوه المباراه اتحكم في اعصابي ان انا امتى اختار ان انا مش موفق فاكر وتفسر كان بيقول لكم ايه؟ بنشتين انت لازم نكسب على فكره بنشتين 3-1 دي انت كان واقف على الخط بيقول لكم ايه بعد الرابع؟ لا ما كنت سامع بقى حاجه خلاص خلاص كنت في حته ثانيه كنت انا في حته ثانيه خالص بعد الرابع والخامس انا كنت في حته ثانيه خالص انا بقى بتحدى الظروف يعني انا كنت جوه المباراه بتحدى الزمن والظروف وعمال ان انت غل بقى انا دلوقتي ما هخرج من هنا هروح ازاي؟ لا انا كنت لسه اصغر بقى لا الكبار بقى هم اللي كانوا في المشكله دي انا كنت رافض الواقع كنتش مستوعبه لسه يعني لما خرجنا بقى حصل طبعا حاجات كتير جدا في اوضه اللبس بقى اللعيبه كلها بتبص لبعضها مش مصدقه انت كانت غرفه اللبس كانت يعني اجواء كانت صعبه جدا اللعيبه قاعده على الارض بتبص لبعضها هنروح ازاي ايوه هنروح ازاي بالظبط كده دي اتقالت كتير يعني انا يعني كذا كذا نجم من النجوم اللي شاركوا في اللقاء 6-1 كانوا معايا وقالوا لي سافرنا يومين اسكندريه ولا سافر يومين مش عارفه فين احنا خدنا اجازه يومين ثلاثه وتليفونات مقفوله وبعد كده اول لقاء حتى ما عرفناش نتجمع في النادي جمعونا في مكان قدام صلاح سالم كده قدام اوتيل كده علشان طلعنا كان عندنا مباراه بعديها باسبوع تقريبا القناه في القناه في اسماعيليه متخيل لو كان في الوقت ده فطلعنا على القناه على طول يعني يعني بعد يومين ما رحناش النادي بقى خالص اتقابلتوا على هناك على طول اتقابلنا في الحته دي وتروحنا على المعسكر مغلق هناك ما حدش بيكلم حد اللعيبه لو تشوفيها حتى بقى في اول يوم بعد يومين ثلاثه ما حدش بيكلم حد ولدقنه طويله بقى طب انت متخيل لو كان في الفتره دي او في الوقت ده كان في تويتر وكان في انستجرام وكان في سوشيال ميديا كانت الدنيا تبقى عامله ازاي؟ حفلات بس احنا خد بالك احنا قبليها كنا بنكسب كتير وبعديها بقى كسبنا كتير يعني برضو اللي يعرفك ان ما اثرتش قوي على نادي الزمالك هقول لك بقى الهزيمه دي ما اثرتش كتير بعديها خدتي افريقيا الابطال الدوري بعديها بسنه مع كابرال وبعديها كمان انت كسبت الماتش الثاني بتاع يعني 6-1 كان مباراه الدور الثاني اول مباراه للزمالك والاهلي الدور الاول ثاني سنه على طول اللي هي بعديها بشهور يعني 3-4 شهور احنا كسبنا 3-1 انا فاكر ف يا 2-1 3-1 3-1 تقريبا ف ماتش 6 ده احنا الدور الاولاني احنا كسبنا 2-1 ماتش 6 كان الدور الثاني الماتش اللي بعديه على طول كسبنا 3-1 فده اللي يثبت لك ان الفريق كان قوي يعني ان ده كان حاجه استثنائيه يعني انت بعديها خدت بطولات ثاني كسبت الاهلي ثاني وبعديها لا ده الدور الثاني الماتش اللي بعديها لا الماتش اللي بعديها على طول كسبنا 3-1 الماتش اللي بعد الدور الثاني هو اللي تعادلنا فيه 2-2 الماتش ده ده الدور الثاني لكن الدور الاول الماتش ده كسبنا 3-1 انا عملت فيه هدف انا ذاكرتي بتقول انه العكس مش كده لا الماتش الثاني هو اللي كسبنا الاولاني كسبنا 3-1 طب ايه يا جماعه محمد يحيى بيقول لك لا صح الماتش اللي بعديه كان 2-2 لا 3-1 لا عملت خلاص يا هو مصمم انا فاكر الماتش ده كان قبليها ماتش 2-1 يعني ف ده 3-1 ده 3-1 ده انا عامل فيه هدف لحسام حسن في الهدف الاول ده ماتش 1-1 اللي قلت لك عليه ده ولا ايه؟ لا ده ماتش 3-1 فانا عامل هدف الاول لحسام حسن في المباراه دي ناحيه الشمال كده ف ده جون عبد الحليم علي الثالث والتاني ده الثاني جمال هو اللي جاب الثالث فكانت الفرقه بقى بص ده بقى التوقيت اللي بقول لك عليه ان انت كان جمهور الزمالك يرجع لك تاني بعد مباراه فيها 6-1 بعديها بشهور صالحت الجمهور لا صالحت الجمهور وخدت بقى بطوله كاس مصر بعديها وخدت لان السنه دي حتى اللي خد الدوري افتكرت اللي خد دوري الاسماعيلي بعديها نفس السنه بتاعت 6-1 بعديها في نفس شهرين ثلاثه خدنا كاس مصر بعديها خدنا بطوله افريقيا بعديها خدنا الدوري ثاني سنه وكسبنا الاهلي لو شفت دلوقتي لقطات من الجمهور وهم معاكوا في الاستاد وراكوا يعني وكان في تشجيع كبير جدا وقتها قدرتوا تصالحوا جمهور نادي الزمالك قدرنا نصالح الجمهور وكمان زي ما قلت لك تثبت لك قوه الفرقه ان انت كانت دي كانت حاجه مش طبيعي ان انت مباراه غير تقليديه تماما مباراه فيها ظروف خاصه مباراه للنسيان يعني. بالنسبه لنجوم نادي الزمالك بالنسبه لنا مباراه للنسيان لو كان مباراه كمان استثنائيه بدليل ان قلت لك ما بينها او قبلها وبعدها انت كنت برضو انت على متربع فكره ان انت دايما بتاخد البطولات وبتكسب على طول يعني